نحلل معكم هذا المشهد من وادي عارا. تنضم إلينا سيدة شيرين يونس الصحفية المختصة في الشؤون الإسرائيلية. أهلين سيدة شيرين بك على شاشة الغد. أولا يعني أيهما أدق، أن الحكومة هذه الحكومة بهذه الطريقة وهذا الشكل هي من قامت بإسقاط نفسها، أم هو بنيامين نتنياهو في الخلفية هو من قام بإسقاطها عمليا؟ هو عمليا المعارضة المتواصلة خارج هذه الحكومة والائتلاف الحكومي، وكذلك لا ننسى أن الأسباب الرئيسة أيضا كانت في المعارضة الداخلية في هذه الحكومة التي لم يعد بإمكانها أن تمرر أيا من القوانين حتى وإن كانت تبدو في إطار الإجماع الإسرائيلي في الآونة الأخيرة بسبب معارضة نواب في الائتلاف الحكومي. ربما يكون عنوان هذه المرحلة والخروج إلى انتخابات مبكرة إن تمت الخطوة في نهاية المطاف باتجاه حل الكنيسة الأسبوع المقبل، هو تمديد نظم القانون الجنائي في الضفة الغربية، تمديد نظم هذا القانون على المستوطنين، وهو القفشة التي قسمت ظهر البعير عمليا عندما تيقن أقطاب هذا الائتلاف تحديدا نفتالي بنت بأن ليس لديه أغلبية في الكنيسة لتمرير هذه النظم، وقال إنه طبعا تشاور يوم الجمعة مع مختصين قانونيين، تشاور مع المستشارة القضائية التي أكدت له بأن عدم تمديد هذه النظم حتى نهاية الشهر الجاري سيعني الفوضى، وما من بديل أو طريقة أخرى لتمديدها إلا من خلال التوجه للانتخابات إذا لم يكن هناك تشريع لهذا القانون. تيقن أن ما من أغلبية مؤيدة لهذا القانون، وبالتالي التوجه لانتخابات مبكرة ولحل الكنيسة هو البديل الأساسي. طيب، انتخابات خامسة سيدة شيرين في غضون 4 أعوام، دلالات هذا الأمر؟ 3 أعوام. نعم، هي ثلاثة أم أربعة سيدة شيرين؟ 3 أعوام منذ عام 2019. إذن هذا يقول إن إسرائيل لا تزال في حالة من الفوضى الكبيرة، إن نتنياهو حاول قبل بنت أن يشكل 4 حكومات في الحكومات السابقة. من نجح في نهاية المطاف كان نفتالي بنت، لكنه أخفق في أن تكون هذه الحكومة مستقرة، لأن هذه الحكومة أقطاب هذه الحكومة كانت جدا مختلفة وغير منسجمة، بالتالي يعني أغلبية الإسرائيليين كانوا يعرفون أن النهاية ستكون قبل نهاية ولاية هذه الحكومة قبل 4 سنوات، والسؤال كان متى ستكون هذه الانتخابات. السؤال الأساسي هو هل إسرائيل الآن في ظل هذه الفوضى وفي ظل استطلاعات الرأي التي نراها في الآونة الأخيرة لا تمنح أغلبية 61 نائبا في الكنيسة لأي من المعسكرات، هل من المجدي أن تغير إسرائيل نظام الحكم أو تجري تعديلات في طريقة الانتخابات ليكون هناك حكم أصلا في إسرائيل، لأنه من ينشط في الآونة الأخيرة هو لجنة الانتخابات المركزية أكثر من الحكومة والائتلاف نفسه بالنظر إلى يعني في كل مرة نتساءل بنفس السؤال يا سيدة شيرين، تغيير النظام أو البحث عن تحالفات؟ لكن دعيني أسأل عن بنيامين نتنياهو، إذا ما كان هو عائد إلى الواجهة ربما مرة أخرى، ماذا عن ملفات وقضايا الفساد التي تطاله؟ كيف يمكن عبور هذا حتى الآن؟ حديث يعني الحديث في قبل 6 أشهر كان مختلفا لو جرت الانتخابات أو حل الكنيسة قبل 6 أشهر، لأنه نتنياهو كان في وضع أصعب من الناحية القانونية، وكان هناك حديث حتى عن صفقة ادعاء، هل يبرم هذه الصفقة أم لا. الآن بعض الملفات الرئيسة بدأت يعني تتفتت التي يواجهها بنيامين نتنياهو، هو بات أكثر ثقة، وأيضا الانتخابات على الرغم من أن هذه الحملة الانتخابية ستكون إلى حد ما طويلة، نتحدث عن 4 إلى 5 أشهر، لكن نتنياهو في هذه الآونة لن يدان أو لن في نهاية المطاف لن تنتهي هذه المحاكمة، وبإمكانه أن يكون على رأس حزب الليكود مجددا في هذه الانتخابات، وبعد الانتخابات أيضا ربما يشكل يتمكن من تشكيل حكومة، خاصة بأن الائتلاف يعني حتى وأن بعض الأحزاب فيه أرادت أن تمرر قانون يمنع مدان أو يعني قدمت ضده لوائح اتهام في قضايا فساد من تشكيل حكومة، لكنها حتى في ذلك أخفقت، فبالتالي الفرصة لا تزال واردة أمام نتنياهو على الأقل لنيل تكليف من الرئيس بتشكيل الحكومة. طيب، فترة انتقالية في 25 أكتوبر المقبل تكون الانتخابات، ويائير لبيد
رئيسا للوزراء. مهام هذا الرئيس للوزراء ما هي في تلك الفترة الانتقالية سيدة شيرين؟ يعني نتحدث عن حكومة انتقالية، بالتالي لا يمكن تمرير أمور أساسية وقرارات أساسية مصيرية في ظل هذه الحكومة. الكنيست حل نفسه أو يحل نفسه الأسبوع المقبل إن تمت هذه الخطوة. الحكومة الانتقالية يمكن لها أن تسير في بعض الخطوات، ربما إذا كانت طبعا الموازنة كان قد صدق عليها هذا العام موازنة 2022، بالتالي ما تم تمريره من وزارة المالية يمكن الاستمرار فيه من خلال المشاريع الحكومية، لكن قرارات مصيرية لا يمكن اتخاذها في ظل حكومة انتقالية. هناك على سبيل المثال الآن ربما وزير الأمن في حالة كبيرة من الضغط، عليه أن يمرر قضية تعيين قائد لهيئة الأركان، قائد جديد لهيئة الأركان، ولديه فقط أسبوع واحد لتمرير هذا القرار في ظل الحكومة الحالية. عندما تصبح الحكومة انتقالية سيصعب تمرير هذا القرار، إلى جانب أيضا مسؤولين آخرين ينتظر تعيينهم في الآونة القريبة، ستتعطل هذه المسارات. لكن الأساس أن الائتلاف الحكومي على الأقل بشكله الحالي موجود، يمكن له تسيير بعض الأعمال الأساسية والقرارات المتعلقة بالحرب والسلم غير محبذة في ظل حكومة انتقالية، لكن طبعا يمكن اتخاذها في ظل وجود الجيش كمؤسسة مستقلة عن الحكومة الإسرائيلية. طيب سؤالي الأخير لك سيدة شيرين، يعني من وجهة النظر الفلسطينية أو العربية، هل بقاء هذه الحكومة التي قيل عنها إنها هشة جدا وغير قابلة حتى للاستمرار، أم البحث عن حكومة أخرى ربما لا نعلم إذا ما كان على رأسها سيكون بنيامين نتنياهو أم لا؟ أيهما كان أفضل من وجهة النظر العربية على الأقل؟ نعم. الحكومة البديلة هي حكومة بنيامين نتنياهو على الأقل من الناحية، يعني الصورة الحالية التي تظهرها استطلاعات الرأي. أيضا بنيامين نتنياهو لا يزال يقف على رأس الحزب الأول في استطلاعات الرأي، بالتالي الحكومة البديلة لا تقل سوءا عن هذه الحكومة. هذه الحكومة وإن كانت حاولت تجاوز بعض العقبات و بعض الخلافات والاختلافات، لكن بالنظر إلى الملف الفلسطيني تحديدا هي حكومة جمود سياسي مع سبق الإصرار والترصد لهذا الجمود. هي حكومة على الرغم من وجود حزب عربي، علينا أن ندرك بأن هذا الحزب وكذلك الأحزاب التي تعد نفسها على يسار الحلبة السياسية أخفقت في فرض أجندتها ووافقت على حالة الجمود وعلى إبقاء الوضع القائم في الملف الفلسطيني وتحديدا في مسار المفاوضات على تعريب المقدسات والقدس. كان هناك نفس السياسة التي تبعتها حكومة بنيامين نتنياهو، وهناك أيضا من يصفها بأنها كانت أسوأ. شكرا جزيلا شيرين يونس الصحفية المختصة بالشؤون الإسرائيلية، أشكرك جزيل الشكر.